جديد واكيد متواصلين في البرمجه لاول ايام قناه البلد صحيح، بيوت نعم السمراء مناصر. أكيد استمتعنا بفناننا الكبير والعظيم، القيمة الفنية الرائعة جدا، الأستاذ كمال ترباس وغنائه الجميل والرائع. وفي بلدنا دائما زي ما تكلمنا قبل قلنا إنه الفن حالة أساسية صح في حياة كل أسرة، وبالتالي إنه يكون موجود فيها فنانين دي مسألة بقت طبيعية جدا. كلنا بنحب الغنى لأنه زي ما تكلمنا غنانا بيختلف عن أي غنى آخر، غنانا دائما بمجد للعادات وللتقاليد ولكل الحاجات الجميلة في حياتنا. وزي ما في الفن السوداني في إقامات كبيرة، في بكل تأكيد تجارب شبابية محترمة جدا وسرة جدا وعندها أثرها الكبير وعندها يا أمل تميزها وتفردها. صحيح، وعندهم بصمة مختلفة وكمان تغيير من لغة خلينا نقول الكبار إلى لغة الشباب اللي هي ماشية مع كل عصر، أكيد بتكون عنده لغته والميوزك تبعه وحتى الثقافة اللي أصبحت إنها هي ميكس ما بين السلم الخماسي والسباعي. حنرحب باثنين هما ما شاء الله توأم خنساء وياسين، مرحب بكم عبر شاشة البلد والإطلالة الأولى. مرحب بك يا مرحب بك يا محمد، ومساء الخير على كل المشاهدين. وفي البداية يعني ألف ألف مبروك التدشين والبداية الجميلة، يعني زي ما عودتونا قبل، وسعيدين جدا جدا بإطلالتنا في أول بث لها، وإن شاء الله نكون يعني خفيفين وجميلين عليكم. طبعا أنا ما بعرف أتكلم خمسة يعني بتغلبني في الكلام صراحة. حبيك يا حمسة. مبروك التدشين ومبروك الافتتاح، وان شاء الله يا رب تكون قناه يعني تقدم للسودان الافضل وال إن شاء الله. والمفيد دائما. وتصحيح صغير، احنا اخوان مع تيمان. كويس. طيب الاكبر مين؟ الاكبر مين؟ الله، ده السؤال. ما حجاوبين لانه على حسب المعلومه اللي عندنا انه توأم، يعني صح معروفين احنا توأم كفن، يعني في الفن توأم بنغني مع بعض كثنائي انا وياسين، لكن في الحقيقه هو الكبير وانا اخر عنقه ده والله. خلاص هي ثانية زي ما داير. صح، خنساء تجربة مميزة بكل تأكيد، يعني الثنائية اللي قدمتوها والطريقة اللي تقدم بها الغنى الرواد كانت يعني مؤثرة بشكل كبير جدا، وساهمت بشكل كبير في انه الناس ما بتسمع الغنى السوداني والغنى القديم من خلال ياسين وخنساء تعرفوا عليه وبقوا يسمعوا. يعني التجربة بحد ذاتها تجربة متميزة جدا، واحنا الان في رحاب قناة جديدة وفي يعني إطار بنحاول نرجع فيه لعاداتنا ولثقافتنا ولتقاليدنا، لأنه بعد الفترة اللي مر بها السودان لقينا أنه لو ما رجعنا لأصلنا إحنا ما حنقدر نتقدم ونمشي لقدام. وأنت موجودة الآن في قناة جديدة وكفنانة قدمت تجربة برضو كانت متميزة ومتفردة، يعني الثنائيات حكاية أخوان وما تيمان برضو تعرفنا الليلة. صح، يعني دي كانت جديدة. شايف شنو ممكن يتقدم بالشكل اللي ممكن يخلينا نرجع لأصلا ولعاداتنا ولتقاليدنا وللشباب الشوية بعيد من الحاجات دي ممكن نرجع لها مرة ثانية؟ يعني هي صراحة الفكرة في التقديم ذاته الحاجة زي ما بقول ما عنده قديم ما عنده جديد. صح، تمام. احنا نحافظ على حاجتنا القديمة ذاتها، لكن ما في مانع انه ندخلها بنلبسها صوب العصر او ندخلها في التطوير الماشي. كمان لما نعاين للدول الثانية الناس دي ماشية يعني في عجلة سرعة كمان. صح، فناخذ حتكلم من ناحيه ميوزيك كفنانين. أيوة يعني أيوة الغنى يعني ما في ما يمنع انه احنا ندخل بعض الالات بعض التكانيك بعض الاساليب اللي هو العالميه في 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 قالبنا وفي توبنا السوداني، نحافظ على ايقاعاتنا وعلى بصمتنا السودانيه اللي هو ما نغير نطور في الحاجه دي، فالحاجه دي بتكون جميله وبنكون مع الناس البر في نفس الوقت حافظنا على عاداتنا وعلى تقاليدنا في البلد. جميل. أنا من كلامك ومن ما وقفت فيه أو عنده يا خنساء حامشي لياسين، يمكن مؤخرا الشباب السوداني بقى يستوعب زي ما قلت قبل شوية يعمل ميكس ما بين السلم الخماسي والسلم السباعي ويدخل الثقافات اللي هي الأفريكان ستايل واليوروب برضو ستايل، فالحاجة دي هل هي بتضيف للغناء السوداني أو بتوصل الرسالة أكثر للعالمية ولا ممكن إنها هي تكون خصمة؟ والله يعني في رأيي أنا في رأيي الشخصي هي سلاح ذو حدين، يعني ممكن تكون ناجحة جدا جدا إذا اتعملت بطريقة جميلة وتنفذت بطريقة جميلة وما فقدت هوية السودانية دي، هنا بتديها دافع وبتديها بوش يعني إنها تكون حاجة
تنتشر للعالم او يقدروا او فننا السوداني كسلمنا الخماسي مش يبقى اظهر اكثر. وممكن اذا تنفست باسلوب يعني يكون غربي اكثر كده بالعكس انطمست الهويه السودانيه بتاعتنا. فنحن هي بتبقى تقليد أو تأثر بثقافات الآخر. أيوة. فأهم حاجة الهوية يعني تكون هويتنا موجودة وبصمتنا موجودة كسودانيين، سواء كان في غنى سواء كان في تمثيل سواء كان في أي نوع من أنواع يعني. جميل. نعم. واحدة من الحاجات اللي بتميز الغنى السوداني إنه قادر يستوعب يا خنساء القوالب دي كلها. يعني بأي توزيع موسيقي مهما كانت الغنية قديمة اتعملت الثلاثينات أربعينات لا ممكن تتقدم بالشكل الحديث. إضافة كمان لكلامك يعني إحنا عندنا كمية من الإيقاعات السودانية ممكن تلعب فيها. صح. يعني بتقبل إنه تلعب فيها الشغل الأفريكان أو صحيح. زي ما أنت قلتي وفي نفس ذات الوقت أنت بتحافظ على حاجة سودانية ما معروفة. يعني مثلا أمسك التراث بتاعنا، إذا مسكت مثلا عندنا الوازة، مثلا عندنا المردوم، مثلا الحاجات دي كلها، الكيرن أيوة. إذا دخلتها في المزيكا بتاعتك في كلمات من مثلا شعرية معينة مثلا بلغة عربية فصحى كضرب مثل يعني، لأن الفصحى تكاد أسهل للعالم شوية، بيقولوا لغتنا السودانية الدارجية ما مفهومة. العربية الفصحى مع الإيقاعات دي بتصل أسرع، فدي ممكن يكون تطوير في نفس الوقت إحنا حافظنا على الهوية بتاعتنا السودانية. وعندنا بالمناسبة خلنا نسمع ليش ما قاطعك، عندنا السلم السباعي يعني في كردستان كده في غرب السودان عموما. صح. يعني السلم السباعي موجود. أيوة. بكثرة يعني هنا إيقاعات كردفانية بتلقاها قريبة لإيقاعات الأغاني الخليجية. أيوة. أو تقريبا تلقاها نفسها. أيوة. بالضبط يعني. أيوة. حتى التيم اللحنية أو التون أستاذنا ودكتورنا عبد القادر سالم يعني ما قصر بالحاجة دي يعني. يعني طيب جميل. أنتوا كشباب وما شاء الله يعني مكملين مشوار وتجربة نقدر نقول إنها هي جميلة فيها خطوات برضو من نوع الإنجاز. ياسين وخنساء، شنو شايفين اللي ممكن إنه شاشة البلد ممكن تضيفه للغنى من خلال طرحها للبرامج المختلفة، من خلال يعني مساحات حتى للإبداع والفن السوداني؟ والله يعني أنا تابعت يعني الفيديوهات أو المقاطع اللي كان بتنزل سواء كان في الفيس أو الليلة يعني من الصباح في البروموهات. يعني دي حاجة جميلة جدا جدا، عكست سوداننا نحن يعني زي ما قلت لك هويتنا يعني البلد جد يعني عجبتني شديد بتاعه المقاشيش ولا هنا حاجات جميلة. دي كده ده نحن ده السودان كده يعني ما عارف انا ازيد اكتر من كده. شكرا جميلة جدا. الفولكلور السوداني بتاعنا زاد. أيوة. سواء كان يا هو في الحاجات التراديشنال، سواء كان عاداتنا وتقاليدنا، الجلابيه، العم، الجرتك كده يعني حاجات تفاصيل. جميله والله بجد تفاصيل. تفاصيل جميله جدا، والشارع السوداني يعني موجود فيها. غير إن الشارع السوداني ما قاطعك يا ياسين، العالم ذاته يعني بيبحث للحاجة الأغرب. صح. ما بتشوف الحاجة الموجودة. أيوة. عنده عليها. أيوة. نعم. لما نخط الحاجات الغريبة الناس كلها حتنتبه ده شنو، ده وراه شنو، تفاصيله شنو. فعلا. ممكن يبحث ورا الموضوع، لكن لو خطينا نفس الإطار الموجود عالميا قد بيكون خصم علينا لأنه ما حنصل للإمكانيات. أيوة. ما حنصل ذاته للإمكانيات البرة. يا سلام. أيوة. جميل. في لهفة للجديد، واحنا عندنا مش الجديد يعني، عندنا الجديد والمتجدد والقادرين نقدمه باكثر من شكل. أيوة. فانا اعتقد انه دي فرصتنا الحقيقيه الان. صح. انه نعكس تراثنا وعاداتنا وثقافتنا وتقاليدنا السودانيه. كفنانه يا خنساء على مستوى البرامج الغنائيه الجديده المتمنى نشوفه في قناه وليده زي قناه البلد. الصراحه الجديد في الاغاني في افكار كثيره مثلا انا زي قبل ما قلت لك انه العالم اتطور او الناس اتطورت، فاللي احنا ما نجيب في الغنى ذاته ستايل جديد يعني مثلا نطرح فكره انه الناس تجيب حقها عشان احنا كشباب مثلا نلقى دورنا او نلقى يعني مش بتكلم عن انا ياسين عموما. نعم. يعني الشباب عموما يلقوا دورهم ويلقوا حظهم في انهم ينتجوا حقهم او يظهر حقهم بدل يغنوا الغنى المسموع. أيوة. بدل ما تجي بغنى. أيوة. انت تجي حقتك يعني. نعم. الناس ذاتها تعيفة وتعرف انه دمنه وتفاصيله. ممكن تجي برضو فكرة بتاعت برامج غنائية تدي مساحة لانه اصوات جديدة تتطرح في الساحة تتقيم، او مثلا برامج بتاعت العاب ترفيهية مثلا تجي منافسة. أيوة. بين يعني الفنانين في حلو. ذات نفسهم حلو. بين الممثلين مثلا بين المذيعين انتو كمان. أيوة. كلها افكار بتكون موجودة كثيرة يعني لبرامج بتكون
منافسة يعني، مع أنا ما حاقول المنافسة بي 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 بنسبة كبيرة، لكن بتاخد مساحة لأنه الناس تنتبه للحاصل في صحيح القناة. صحيح. نعم، نحن والله سعدنا بكم كثير جدا عبر إطلالتكم الأولى وما حتكون الأخيرة. أكيد أكيد ياسين أكيد. وخنساء عندنا شكرا. عندنا أفكار كثيرة كثيرة جدا جدا، أنا وخنساء ومجموعة كده من الشباب، إن شاء الله يا رب يعني حبابكم باب البلد مفتوح لكم، إن شاء الله المواهب الكبيرة والجميلة والوضعت بصمة بطريقة مميزة جدا في الغناء. بالمناسبة أنا قبل شوية اتصل علي ولد عمي يعني كان متابع يعني عموما التدشين بتاع القناة، فقال لي حييه وانا من هنا احييه، وقال لي متابعكم وشايفكم. نعم. هو ده مين؟ مرتضى عبد القادر موسى يعني. نعم. لقب الديزني، وقال له كل سنه وانت طيب ومساء الخير عليك. الله يديكم العافيه مره ثانيه، وشكرا لكم كثير ياسين وخنساء واكيد محمد. صحيح. متواصلين، لكن حنطلع بعد فاصل قصير، حنجيكم اكيد راجعين وضيوف لسه هم اكيد حيكونوا عبر شاشه البلد، انتظرونا.